شوبينج سار أهلاً على ام تي في دوما برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين، ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل غرض لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. صار فيكن تحضروا الايس كريم على الطعم يلي عاملكن اياها بطريقه كتير بسيطه وسريعه مع ايس كريم ميكر يلي سعره بس 68 دولار. هي مكنه لصنع البوزه بالبيت بطريقه سهله، والاهم انه كتير هيلثي، لانه فيكن تعملوا بس نفواكه بلا ما تزيدوا عليها حليب او سكر وتصير اتسم. لا تستعملوها بدكن تفتحوا الغطا من فوق، تنزلوا الفواكه يلي بدكن، وهون بدي الفت نظركن انه فيكن تحطوا نفس النوع او تشكلون ورا بعض حسب كيف بدكن تقدمون، وهيك بينزل عنا اطيب بوزه للتقديم بوقت كتير سريع. أكيد الفواكه كلها بدها تكون فروزن أو مفرزة، حتى إذا عبالكن تدسموها أكتر فيكن تكسروا مع الفواكه بسكوي أو تحطوا حبوب شوكولا أو يلي بدكن إياه. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، واحصلوا على آيس كريم ميكر ب 68 دولار فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، أوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها، لأنه منشر بثلاث طوابق 3 layers الأصلي، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا، بمساحة كتير صغيرة صار فينا ننشر تياب كتير، وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر الثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه ب60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. إذا كان الإزازة موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار، وللدوبل فيتراج ب 70 دولار، والأهم أنه مكفولة لمدة سنتين. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية وين ما كنتوا بلبنان. شو أورجانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر، وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانايزر حد بعضهم. ب 26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا كل ما تشتروا 2 شو اورجانيزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان بلا كلفة إضافية. مشكلة الشعر الزايد مشكلة بيعاني منها الرجال والسيدات، بس محلولة مع هير ريموفر يلي بتشتغل على الخيط، وهيك بطريقة كتير سهلة بتخلصوا من الوبر أو من الشعر الزايد إن كان بالوجه الحواجب والجسم. ما بتسبب جروح ولا حساسية ولا حتى وجع على عكس آلات إزالة الشعر. هير ريموفر بتشتغل على الكهرباء ومزودة بتشارجر ومكوك خيط بضاين مدة طويلة كتير. هير ريموفر سهلة الاستعمال، مش بحاجة لتستعملوا الخيط بإيديكم، بسهولة بتوضعوا مكوك الخيط على هير ريموفر وهي كفيلة بأنه تقوم بعملية إزالة الشعر بكل سرعة وسهولة. مع هير ريموفر صار فيكم توفروا على حالكم وجع عملية إزالة الشعر وحتى الجروح أو الحساسية يلي أغلبية مكانات أداية الشعر بتسببهم. ومش بس هيك، رح توفروا مصاري لأنه بس ب 32 دولار رح تتخلصوا من الشعر أو الوبر بطريقة سريعة، أنتوا بالبيت ومن دون ما تزوروا صالات التجميل. تصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم ب 32 دولار بس فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. لكل يلي عندهم حيوانات أليفة بالبيت وبحبوا يهتموا فيهم، بننصحهم بالبت جرومينج جلوف.
هالكف بينظف الحيوان الأليف وبيعمل له مساج وبمشط له وبره وبشيل له كل الشعر الزايد يلي عنده إياه. هالكف الخفيف مزود من تاني ميلة بقماشة بتشيل كل الشعر والوبر يلي بيكون هارل على الفوتاي أو على التخت. بيت جرومينج جلوف صغير ومفعول كبير فيكن تحصلوا عليه الواحد ب 18 دولار والاثنين ب 28 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. تصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55. كتير منتعذب تنعمل براشينج مع ستايلر برو. صارت شغلة كتير هينة. ستايلر برو مزودة بفرشية وسيلاندر بيبرم ليسهل علينا عملية التمليس. في 3 درجات حرارة منحطها حسب الحرارة يلي منرتاح فيها وحسب سماكة شعرنا أكيد. بوقت قصير منقدر نعمل براشينج، وأهم شيء إنه فينا نعمله لحالنا من دون أي مساعدة. ما بقى في زوم نتنقل ونروح على صالونات التجميل، وبيجي مع ستايلر برو مشط وساك لنضبه وناخده معنا محل ما بدنا. ستايلر برو فيكن تحصلوا عليه ب 48 دولار بس، ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.